السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. قبل ما أبدأ فيديو اليوم خلونا نصلي على النبي ونذكر الله. إذا كنت جديد بالقناة يا ريت تفعل زر الجرس وتشترك كرمال يصلك كل جديد. خلونا نصلي المليونين مشترك. لو أنت مهتم أنك تكسب 50 دولار فلازم تشوف الفيديو للآخر، وكل شيء حيكون بطريقة سهلة وبسيطة بشكل كبير كتير. الفيديو هاد بجد بطريقة سهلة حتخليك تربح 50 دولار بشكل فعلي. وين؟ على حسابك الباي بال، بمجرد انك تتبع الخطوات اللي حقلك اياها وتتابع الفيديو للنهاية. ويلا نبدأ بالفيديو. الموقع اللي حنشرحه اليوم هو موقع موثوق بشكل كبير، وانه كل شيء حتعمله ضمن الخطوات حيمكنك من انك تحصل على الارباح الحقيقية بعيدة عن الارباح الوهمية اللي كلتنا عم نشوفها على اليوتيوب وعلى النت. بشرح الموقع اللي حنحكي عنه هو موقع يوغوف. بمجرد انك تفوت على الرابط اللي حترك لك اياه ضمن الوصف حيطلع لك بهذا الشكل. يوغوف هو موقع اكيد معروف لكثير من الناس، بس ما حدا بيعرف او ما حدا قالنا لشو بنستخدمه وشو بيقدم لنا هذا الموقع. الموقع باختصار هو بيحصل على استطلاع رأي من بعض الاسئلة يلي هو بيطرحها عليك. مقابل هذا الشيء انت بتحصل على نقاط، بمجرد انك تجمع هاي النقاط بتقدر تستبدلها ب50 دولار. حنفوت على الموقع. طبعا بعد ما فتحنا الموقع، الموقع اهم ميزه فيه انه بيدعم اللغه العربيه. مثل ما ملاحظين مجرد دخولك للرابط اللي تركت لك اياه حيطلع لك مثل هي الواجهه بالضبط. حنعطيه ابدا. بعد ابدا قال لي مرحبا بك في موقع يوغوف لنبدا ببعض الاسئله الاساسيه، يرجى التاكيد على انك تعيش في الامارات العربيه المتحده. طبعا هون انت بدك تتاكد اذا كنت بالامارات، اذا مالك بالامارات، واذا مالك بالامارات حنعطيه التالي. أعطاني هون قال لي اختار مواليدك وأي سنة ولدت على هاي الدنيا، فحنعطيه الأعوام أو العام الحقيقي. نعطيه التالي. هون ملاحظين قال لي صار عندك 5 نقاط لسه ما عملت أنا أي استبيان أو أي استطلاع رأي. نعطيه التالي. قال لي هون هل أنت ذكر أو أنثى؟ بالطبع أنا ذكر. نعطيه التالي. قال لي أعطيني عنوان بريدك. طبعا هون نختار عنوان البريد اللي خاص فيك، ولازم تنتبه انه يكون البريد الالكتروني هو بريد شغال، لان بده يرسل لك كود او رمز للتحقق على البريد كرمال يتاكد انك شخص حقيقي مالك بوت او روبوت. حنختار هذا البريد. نعطيه التالي. قال لي هون انه هو وصلك رمز التحقق على البريد، يا ريت تكتبه. نجي نكتب هون رمز البريد او رمز التحقق يلي قاموا بإرساله إلي. نعطيه إرسال. طبعا ملاحظين هون كل خطوة عم نقوم فيها عم يزود لي نقاط. نعطيه إرسال. قال لي تهانينا، أضفنا نقاطا إضافية إلى حسابك لتمكينك من البدء. هون أعطوني 25 نقطة. نعطيه انتقل إلى الحساب. مثل ما ملاحظين هون بيفتح عندي الحساب يلي أنا قمت بإنشائه على اليوغوف. هون قال لي اختار اسمك. نقدر نختار الاسم، مثلا حنختار محمد. عفوا حنختار محمد. قال لي حساب النقاط عندك 25 نقطة برصيدك. قال لي لازم تجمع 4975 نقطة فوق هدول كرمال تربح أول 50 دولار. نعطيه موافق. هون أعطاني المهام، تحت منها أعطاني المكافآت، عندي الفيزا أو بطاقة هدايا أو عدة بطاقات هدايا، بطاقات بنوك هي غالبها. طبعا هون استبيان بحثي بنعطيه ابدأ الآن. النت عندي شوي بطيء. أعطاني هون قال لي مرحبا بك في أول استبيان لك من يوغوف، سيستغرق استكمال ذلك قرابة 3 دقائق وستربح 50 من النقاط، وأنا عندي 25 نقطة، فبهالحالة بصيروا 75 نقطة. تجميع 5000 نقطة كتير سهل، عبارة عن 4-5 ساعات يوميا لمدة 2 أو 3 أنت بتكون جمعت 5000 نقطة. نعطيه التالي.
هون اعطاني الاستبيان اللي هو اعطاني او طرحه لي. طبعا الاستبيان عباره عن اسئله بسيطه. انت هون يمكنك ان تخبرنا لماذا انضممت الى اليوغوف؟ يرجى تحديد كل ما ينطبق، سيساعدنا ذلك على تحسين تجربتك. هون انت بتختار ليش انت فتت على هذا الموقع. اوصاني به احدهم مثلا اذا كان عندك حدا من رفقات، او شفت فيديو على اليوتيوب، او شاهدت يوغوف مذكورا في وسائل الاعلام، اريد ربح نقاط والفوز بالجوائز، انا مهتم بالمساله التي يجري يوغوف بحثا بخصوصها. يعني هون اذا انت كنت مهتم بالامور البحثيه والاستبيانات يلي هو بده اياها، انا لمجرد الفضول اي سبب اخر حنحط نحن اريد ربح النقاط والفوز. نعطيه التالي، نعطيه هون التالي. هون عم يقول لك شو بدك تناديك لما بنرسل لك بريد الكتروني. حنكتب محمد، نعطي التالي، التالي، وبعدها نختار سنة الميلاد، التالي. هون عم يقول لك استكمل لي البيانات تبعتك بشكل دقيق كرمال وقت بدنا نرسل لك الأرباح كرمال يصلك على الاسم بشكل دقيق. هون عم يقول لك أي يوم، حنعطي 25. هون عم يقول لك بأي يوم، حنقول له 10، الشهر السادس، السنة بترجع بتختارها مرة تانية، هي كلها للتحقق من أنك تكون شخص حقيقي. نعطيه التالي، بعدها جنسيتك، هون تختار الجنسية اللي بدك إياها. نعطيه التالي، في أي مدينة تقيم؟ هون المفروض طالما اخترنا الإمارات فلازم نحط الإمارات، أي بلد ضمن الإمارات، مثلا حنختار أبو ظبي، نختار التالي. بعدها قال لك شو حالتك، مطلق، متزوج، متزوج ما عندك أولاد، بدون أولاد، أو أعزب. نعطيه التالي، هون نعطيه التالي. ولهون كمان الأشخاص البالغين 21 عام أو أكثر الذين يسكنون، هي كلها عبارة عن إجراءات روتينية للموقع. فمثلا حنسجل هون، عم يقول لي وسائل التحقق، قال يجرى اختيار نوع الحيوان الصحيح كرمال هذا، هي الوسيلة كرمال يتأكد الموقع بشكل أكثر وأكثر أنك إنسان مالك روبوت. ملاحظين معي قديش هذا الموقع عبارة عن موقع بهمه كتير الموثوقية وأنه يتأكد من المستخدمين. فهنختار طائر، نعطيه التالي، بعدها يرجى إخبارنا بما يدور في رأسك من أفكار في موضوع ما، مثلا ماذا يحدث في الرياضة التي تتابعها، العرض المفضل لديك، شيئا ما كان طبعا هي العبارة أو هي الخانة أنت تقدر تتجاوزها، لكن هو عم يقول لك أخبرني شو بدك كرمال أنا أطلع لك أو أطرح لك استبيانات واستطلاعات رأي بناء على الشيء يلي أنت تهتم فيه. حنعطي التالي، قال لي انه الإجابة ضرورية فلازم انا اقوم بالإجابة على هذا السؤال. حنعطيه مثلا الرياضة ونكتب فاصلة الربح من الانترنت ونعطيه تالي. هون قال لي شكرا لك مرة اخرى وتهانينا لإجابتي، اول استبيان لك على يوغوف حتى تستطيع تحسين تجربتك. هون نقدر نعتبر حالنا صرنا مسجلين بشكل رسمي ضمن الموقع. عم يقول لي هون بصفة عامة أي درجة تجد من فهم هذه الأسئلة سهل أو صعب على مقياس من 1 إلى 9، حيث يعني أن الاستبيان كان يصعب فهمه ويعني أن الاستبيان كان يسهل فهمه. حنقول كان سهل. بصفة عامة إلى أي درجة الاستبيان ممل؟ حنعطيه 6. يرجى تصنيف هذا الاستبيان بصفة عامة من 1 إلى 9، حيث 1 يعني الاستبيان كان سيئا بينما الدرجة الأخيرة يلي هي ممتاز، نعطيه تالي. طبعا هذا كلاته عم يجمع لي نقاط، ما في شيء بدون نقاط. مثل ما ملاحظين بالبداية أعطاني 25 نقطة، لكن لأني اخترت الإمارات فقال لي انت صار معك 75 نقطة بالبداية وبدون ما تعمل اي استبيان واي استطلاع رأي بمجرد تسجيلك للموقع.
وإعطاء التغذية الراجعة عن الموقع أنت أخذت 50 نقطة زيادة. هون قال لي لا توجد مهام متاحة، تأكد بعد قليل. طبعا أنت كل شوي بدك تفوت على الموقع، مجرد ما لقيت مهمة بتفوت بتكبس على المهمة، بتعبي الاستبيان، وكل استبيان بيكون عاطيك انه مثلا هذا 50 نقطة، هذا 100 نقطة، هذا 20 نقطة، هذا نقطة واحدة. في استبيانات كتير، في نقاط كتير، تجميع هاي النقاط كتير سهلة. كل استبيان بيكون عاطيك مجموع النقاط، وبيكون عاطيك كم دقيقة بدك لحتى تنهي، وحتى هو بيعطيك دقائق اكتر. يعني شفتوا كان عاطينا الموقع بده 3 دقائق او الاستبيان، فنحن هنا لولا الشرح كنا نهينا بدقيقة واقل. ولهون بنكون انتهينا. بتمنى يكون عجبك الفيديو، وحنتابع بسلسلة الربح من الانترنت بالفيديو القادم. انتظرونا كل سبت، حنكمل شرح موقع اليوغوف بعد ما يكون عطاني مهمات نفوت ننجزها سوا، ونبلش بسلسلة المواقع الالكترونية يلي بتدعم الربح من الانترنت، وكله يكون بشكل موثوق بشكل دقيق، بعيدا عن خزعبلات او الاكاذيب يلي عم نشوفها على اليوتيوب والانترنت. الفيديو لا تنسى اللايك والفولو مشان تدعمنا، ونقدر نتابع ونكمل بسلسلة الربح من الانترنت، وكرمال يصل الفيديو لمئات والاف وملايين